بسم الله الرحمن الرحيم. ثورتنا لا تموت، نهضة شعبنا لا تعرف الجمود أو التوقف. وبسواعدكم أيها الشباب، أيتها الشابات، أيها النساء، أيتها النساء، أيها الرجال، يا شبابا يا رجالا، كلكم في عنوان الثورة أكفاء وقادة ورموز وعظماء. وعندما يطل فجر 14 من فبراير هذا العام، تكونون قد أمضيتم 6 أعوام من الصمود والثبات في الميادين. لم تخشوا يوما بطش المتجبرين، استخففتم بيزيد وأعوانه وبفرعون وكل جلاوزة الأرض. أنتم أصحاب الكلمة، أنتم قادة الثورة، أنتم رموز الحرية، أنتم عشاق الشهادة. فكيف يستطيع هؤلاء الطغاة كسر عزيمتكم؟ كيف وأن لهم أن ينالوا من هممكم التي تهدم الجبال، تزيل الجبال؟ أنتم يا عظماء الوطن، يا عظماء الأمة، يا من آمنتم برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم واستسلمتم لإرادة ربكم العظيم، أي إنسان وأي متجبر وأي طاغية وأي متفرعن يستطيع أن يبعدكم عن الميادين، عن ميادين الشرف، عن ميادين النضال والكفاح؟ لقد مرغتم أنف الطاغية في الوحل، لقد كسرتم إرادته وجعلتموه أمام العالم يبدو صغيرا، قنا، صعلوكا، لا يستطيع من أمره شيئا. نعم، يستطيع أن يلوذ بالأجانب، أن يستخدم ويستعطف أعداء الأمة، يستطيع أن يتحالف مع الصهاينة، يستطيع أن يأتي بالقواعد الأجنبية، لكنه لا يستطيع أن يحكم البلاد إلا برضاكم. وما دمتم غاضبين، ما دمتم رافضين منحه الشرعية، فسيظل حاكما ظالما غير مشروع، لا 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 يمتلك شيئا من الشرعية التي مصدرها الشعب ومصدرها الحق ومصدرها الدستور. وما دام قد مزق دستور البلاد فلن يكون له شرعية بعد اليوم. قلتم الشعب يريد إسقاط النظام وصدقتم في قولكم وثبتتم وأصبحتم صامدين على أرض البطولة والعزة، فهنيئا لكم، لكم البشرى بالنصر، ولكم موعد، موعدكم يوم النصر، موعدكم يوم سقوط الطغيان والاستبداد، ويوم انهيار هذه المنظومة الفاسدة، منظومة الحكم القبلي والاحتلال الأجنبي. أنتم عنوان الصمود والعزة وتستحقون النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحميد.